طموحاتنا تكبر فينا همم، وشوفوا محتوانا وشي مفيد. ترى توهم جايين من عمان، كانوا في عمان. يا مرحبا، حلو فنان. سلامتك، يا مرحبا، سلم على الشيخ. تبقى تبقى هلا هلا، سلامتك طيب، يا مرحبا يا مرحبا، هلا هلا، الله يعزك. كيف الحال؟ سلامتك طيب، ارحب. كيف الحال؟ يا مرحبا، ترحيبة كلها ترى في وجه من يعاديك، ولا انت محشوم؟ يجي ما عدم سلم والله وقف. يا مرحبا يا هلا والله، يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا. شلونك؟ شلونك؟ كيف الحال؟ طيب هنا ها؟ شلون معتاد؟ كيف الحال؟ يا مرحبا يا مرحبا. حيا يا اخواني، في كل مكان في القرية، انتم فاتحين نادي رياضي هنا ولا ايش؟ كل مكان في القرية ترى يفتقدكم. قعدوا 5 أيام في عمان. ما شاء الله. أي لأول مرة تصيب الشباب كلهم راحوا. ما شاء الله. أي نعم. المنتدى السعودي للأعمال. يا مرحبا. ما شاء الله. الله يحييك تحايا المطر. تبارك الله. يا هلا. خذي مين شيخ؟ أيوه. إيش ذا العبيد؟ إيش ذا البطايق؟ أنتوا اللي بطيتوا علينا. أنتوا اللي بطيتوا علينا. أسبوعين. طفشنا من أنس ومن طواله ومن. وش؟ يا مرحبا. ارتاح ارتاح. مناح الله يذكره بالخير، الله مناح خروجه. سلام سلام. احسن واحد معي محمد الطواله. نعم. وما سمعني ايش كنت قبل شوي. يا مرحبا. سلامك طيب. يا مرحبا. السلام ورحمه الله. يا مرحبا. سلامك طيب. يا هلا يا ابو غالي. سيد الشيخ. هلا حبيبي. الله يعزك. هلا ابو ملح. هلا هلا. هلا. يلا عاد الاستاذ لا تخربون البيت. كيف حالك؟ حاط الاكواب في جيبه. جيتم جايين ملحوسين من عمان، ايش فيكم انتم؟ شوف حاط الاكواب في الجيب. يا مرحبا. اخبري حطون قلم. هذا ملكر يا ابو، امشي واصب طلع. ما وش تصب؟ ما معك شيء. جل جل مرحبا ما شاء الله، الله يحييكم. سام؟ حط شيء عندك، ما فيها شيء. هذا اعلام من الاداره والله، تو يجيني توجيه من ابو عبد الله الصياد الرحمن الكليب. نعم. يقول اي شخص يتغيب عن فقرة اليوم خصم 5000 نقطة. اي والله. استاذ عمر يجي، استاذ عمر يجي. وش شيخ؟ ان الله يزع بالسلطان ولا يزع بالقرآن. نعم صحيح. 5000 نقطة خصم للي ما يحضر الفقرة. 5000 معناها برايم سيدة. أعجلوا. معناها يرجع لأهل ان شاء الله يوم السبت. السلام ورحمة الله. يا هلا. يا اخوان اللي تاخر نظر التحيه، لا نوقف كل شوي. نظر تحيه. السلام. كيف حالك شيخ؟ ساك طيب. تبي السلام تحيه؟ تحيه. السلام تحيه. الله يبارك فيك. السلام تحيه بيجي يسلم، لكن نظر تحيه. يا مرحبا الله يحييك. شلونك؟ طيب. يا مرحبا. الله يرضى عليك ويبارك في عمرك. الله يرضى عليكم ويبارك في عمركم.